هذا المنصب واحد مجموعة ديال الاختصاصات اللي كتلخص اساسا يعني في المساعده ديال المجلس ديال الغرفه الموقر على اداء المهام ديالو. وقرار ديال تعيينات الساده المديرين ديال الغرف صناعه ديال المملكه راه وقع من سيد الوزير، وراه العمليه كاين عمليه ديال هيكله غرف صناعه تقليديه طبقا للاختصاصات التي اسندها القانون المنظم للغرف في الظاهر. يعني سجل الحرفي المعارض ديال الصناعه التقليديه تكون تدرج يعني انها تكون داخل غرفه مصالح الموظفين هذوك القرارات ديالهم يعني مسؤولين بشكل مباشر ويحاسبون على العمل ديالهم. طبعا الحال دائما تحت الاداره ديال السيد الرئيس وبالتنسيق مع الساده اعضاء ديال المجلس الغرفه الموقر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الساده الاعضاء، اختي العضوة، اخواني الحاضرين، اخواتي الحاضرات، في البدايه نرد الكلام ديالي لان الحقيقه انه شيء دانا واحد الوقت قوي، ولهذا حتى انا باغي نسال على الوقت هذا باش نفهم. اولا هذه الميزانيه اللي كانت كالغرفة أن ميزانية نعتبرها ميزانية مستنسخة دائما نفس الميزانية، والميزانية هذه نعتبرها بالنسبة للأساتذة ميزانية هزيلة، بحيث نشوفوا الأرقام اللي كنا كنتداولوها هذه واحد واحد سبع سنين أو ثمان سنين هي نفس الأرقام. اللهم ميزانية للتطور المهني تقريبا 306 مليون، كنشوفوها الفلوس هذا كيمشيو ماشي في مطعم، انا كنقولها كانت حال المسؤولية ديالي فيها الهضرة هذي دائما من هذا المنبر هذا كنعاود كنقولو التضامن المهني هذا واحد البرنامج فاشل فاشل فاشل، بحيث ان احنا يمكن احنا مستشارين إذا كنا حنا كمستشارين كممثلين للقطاع ويجي واحد مشرع خارج عن القطاع ويجيب واحد البرنامج ديالو خارج القطاع ويبدا يفرض علينا بعض المسائل اللي ما كتعطيش نتائج، وخير ذلك أنه مثلا مش عندنا حنا منتج صناعة بلادي، كيجي واحد المدير العام في الوزارة ما عندوش واحد الصفة تقنية وكيصبح حكام وكيصبح ليه فهم يعطي واحد الرأي واحد الحاجه هو ما عندوش إيمان. لا راه على سبيل المثال، على سبيل المثال جاسم لا انا باقي في الموضوع، انا باقي في الموضوع، انا باقي في الموضوع، انا باقي في الموضوع. اولا الى ما باش نكمل الجمله باش ما تحسبش عليا، لان كاين انسان من نوع اداري يعرف الاداره في الاداره، يعرف ما هو تقني وما هو فني، يعرف ما هو فني وما هو تقني. كيف ما جاء السربعي هضر على القضية تصنيف الميزانية، الميزانية كتاخذ مثلا ينشدوا الورقة اللي في كلاك وفيها واحد العدد شوية، والإثارة نشوف واحد العدد اللي باش هنا معاودين كتبت فيه هو كان يمكن نعملوا شي ثلاثة أربعة الأوراق الأولى وداك الشيء نفصل ونفهموه. ولكن أنا معاك أصير رئيس بلادي أنا معاك القضية في الميزانية كما نقولوا ميزانية زعما في الحقيقة ميزانية هزيلة، والميزانية كيف كانت قبل أيوا باقي هاد الساعة، ولكن ملي وقع هاد التنقيد أنا نكذب على ماشي في واحد الوقت مهمة كنت أنا مقترحة ولكن شفت بين لا ولكن خاصو خلينا نهضرو لأن أنا ما طلبش باش ترد عليا في الوقت باش ترد عليا خليه خليني نتكلم باش يمكن نقترح شي حاجة ونستافدو منها. حنا كأعضاء خصنا يكون عندنا الدور فينا، ما خصناش يكونوا الكلمه ديالنا هنا تكون حاده وزن، خصنا الكلمه ديالنا تكون عندها واحد مصداقيه، لان عينا نهضروا عينا نقولوا عينا نبكوا شي حاجه ما تقال. انا فيما يخص هذه القضيه مثلا المنتقد السلف الى غيره، هذه نقطه ايجابيه، نقطه حميده نرحب بها مزيانه، ولكن فيما يخص التضامن المهني
تدخل يعني احنا كاعضاء وكمستشارين. احنا كخص الدور ديالنا يختصر على اننا كما قلتي سيد الرئيس هذا السبب على المديرين ديال هذا التدرب المهني يشوفوا سمعنا هذه نقطه مهمه باش احنا نقترحوا كيفاش تسير هذا التدرب المهني. ولو انه مثلا موضوع القانون والقانون هذا هو اسباب يمكن شي نتجاوز عليه ولكن كان يمكننا كيفاش نكونوا نعالجوا القضيه هذه لان القطاع مثلا الخدمات فضل خارجي القانون ديال التدرج المهني هو اسمه. لا ما كاينش هذا التدرج المهني حنا خصنا نعطيو السلبيات والايجابيات ديالو وإلا ما عجبناش التدرج غنهزو يدينا عليه. وعينا قلوها علاش التدرج المهني ما نوقفوش في واحد القطاع كيما شفنا باش عطينا نتيجه القطاع ديال الخدمات لان مثلا المده ديالو سنتين القطاع ديال الخدمات اللي استجب مع هذا التوجه هذا والقطاع هذا هو اللي كيشغل واحد العدد كبير ديال العامله قطاع الخدمة بما فيها إصلاح الكهرباء والثلاجة والبني غالبا غادي هذا البني شحال مسائل هذا القالب والتدرج المهني ما يشوفوش وراه هذا هو في نوع من العكس حنا مركزين طبعا مثلا بعض القطاع الاحترام انا في نسمي القطاع الانتاجيه الفنيه ولكن نشوف انا عامين في القطاع الانتاجيه الفنيه ما كافيش واستسمح سيد الرئيس هادشي كان خاصو يكون بالنسبة للعمل ديال التدرج واش تنتفقوا نعملوا هاد اللي خاطر قلنا هادي وتحسيسي ونسمعوا هاد الموضوع ديال هاد البوصة اللي كنا فيه متفقين على هاد العملية باش نسدوا بلاتي باش نسدوا الويل ديال التدرج كنتفقوا على أننا نعملوا يوم تحسيسي ونستدعيوا الأطر ديال الوزراء وديال المديرية ديال التكوين المهني ونطرح هاد المشاكل ونشوفوا الحلول الناجعة اللي يمكن تستمر بها العملية ديال التدرج المهني متفقين إذا باش ندوزو لنقطة التدرج المهني غنحل لائحة أخرى غنحل لائحة أخرى إذا إذا كنتو تفقتو على العملية حنا موجودين إذا السي سميتو المساوي والسي مصطفى الشمسي مع الصناعي التقليدي على راس المستوى المدراء والموظفين
تصبح الرقاق يزيد واحد التواصل مع هذه القطاعات المصنع. هل انا نحاول نتكلم على واحد فيديو من الحدث بالفعل ان شاء الله اليوم الاولى اخرى النقطة اللي نتكلم عليها نتكلم القضية ديال المعارض في إطار المشروع في مدير الميزانية وديال التدرج المهني. وعلاش خصص هاد جوج ديال النقطات والكلام فيهم؟ لأن هادو كيلمسوا الواقع ديال الصناعة التقليدية وهما الركيزة الأساسية أو هما الدعامة الأساسية للصناعة التقليدية. لولا يعني هاد جوج ديال النقاط اللي هو كيتجلى في المعارض اللي كيتجلى في التدرج المهني يعني الصانع التقليدي ربما يتعرض الاكثر هو متعرض للان. يعني الصانع التقليدي اللي كنرجعوا الصانع التقليدي كنلقاو صانع منتج بمعنى الكلمة وكيبذل مجهود أكثر من الدخل اللي كيدخل. وغير نتكلم على التدرج لأن الحكومة تتكلم على التدرج وهذا شيء جميل. السيد الرئيس تكلم على التدرج شدد في على خاص يكون تدرج حقيقي وهذا شيء جميل. خصنا بالفعل التدرج يكون تدرج حقيقي. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه واش بالفعل على أن اللون كيرجع للصانع التقليدي؟ أبدا كيرجعش للصانع التقليدي، لا كيرجع للمؤسسات اللي قائمة بالذات ديالها. أما الصانع التقليدي لا يجوز باش نتكلمو في الصانع التقليدي وحنا بعيدين معاه بعيدين منه كل البعد. لأن أين المطالبة التشاركية؟ أين تقرير الإدارة من المواطن؟ ما موجوداش عندنا. كاين غياب ديالها وأقول بكل صراحة كاين غياب مطلق. وعلى سبيل المثال من أول ما حطيت القدم ديالي في الغرفة وأنا كنطالب باستغلال المرافق العمومية اللي هي فرع غرفة مدينة وزان ومندوبيات غرفة الصناعة التقليدية إيجاد موظف. لا يوجد يعقل على ان الصانع التقليدي يزور ما يبقاش موظف لمده ديال 4 سنين. فهذا ظلم في حق الصانع التقليدي. وحنا في عصر التقدم، في عصر دوله الحق والقانون، في عصر يعني دوله الشفافيه. اين الشفافيه هنا؟ اين العداله الاجتماعيه؟ اذا كان الصانع التقليدي على ان لا يوجد صانع تقليدي لا يوجد يطلع الاداره وما يبقاش موظف، اين هي؟ مدة 4 سنين وانا كنطالب بها. إذا أنا قلت لك التدرج المهني نرجع له. التدرج المهني علاش؟ لأن ما كيخليناش المهن تعرض للاندفاع أي للزواج مرة. ولهذا كانت هذه كنعتقد أنا مبادرة جيدة من طرف الوزارة والصراع اللي كان صراع محلو. علاش؟ لأن الإنقاذ للصناعة التقليدية. ولهذا من هنا كنقول رحمة الله على جلالة الملك الحسن الثاني اللي قال في الخطاب ديالو لن أنسى ولن أنسى الصانع التقليدي. وكذلك محمد السادس نصره الله سيد الخطاب بس كيأكد ولكن خص نهضر الصانع التقليدي تدرج مهني. أرجو من الإخوة على أن ما يلوموش الصانع التقليدي اللي كيقطع. إذا نطالب برفع من المبلغ ديال التعويض للصانع التقليدي لأن 250 درهم 5000 ريال ما كافياش. بالله عليكم هو الصانع التقليدي على أن ملي نجيو نعطيوها ديال التعويض ديال 5000 ريال ونقولوا له كوننا شي واحد، لا ما يمكنش. هو كيعطيه صعب ما بقاوش كيبغيو يتعلموا. حنا الآن اللي كيجي عند التدرج
كتولي تعطيه 3000 و2000 ريال من السيمانه للسيمانه، السيمانه الاولى الثانيه كتصافع. اذا كنقول وكنطالب وكنتمنى الساده الاعضاء جميعا والسيد الرئيس على ان يمشي طالع براخ من السومه على الاقل توصل 750 درهم ديال التصاور، ثم تكون محاسبه الصانع التقليدي. اما الان اذا جا شي واحد يحاسب الصانع التقليدي غادي نقولوا له لماذا يجب باش تحاسب؟ ابدا، لان ما عرضت ما عطيتيش التصوير، ما قدمتيش التصوير، وحتى المبلغ اللي كيكون فيه كيستمر تقريبا 6 شهور 8 شهور وعام وما كيجيوش التصاور ديالو. هذا ضرب في حق الصانع التقليدي. كان سؤال التوصيل. كنرجع للمعارض اللي قلت هي واحد المنفذ، واحد المنفذ اللي هو منفذ مهم ومنفذ اساسي، ولكن رغم ان وجهه النظر ديالي كتخلف الطريقه اللي كيتقام بها المعارض. فاش؟ في الكراء، في الكراء ديال الاروقه. لا، انا وصفتي كعضويه طنجه سيتوان نؤكد دائما في الدوره على ان ايجاد مقرص بنايه قارة على المستوى الاقل المزدان. ولهذا كنلتمس من السادة الأعضاء والسيد الرئيس على أن يرتفع من التماس لجميع الشركاء في هذا القطاع هذا على أن إيجاد مقرات بنائية بناء يتعرض فيها المنتوج ديال الأقاليم الصناعة التقليدية على مستوى جهة طنجة تكوى باش يكون واحد المنفذ. أما الأروقة ملي كنجيو كنلقاو للأسف أنا تساؤل، عندي تساؤل حقيقي. أتمنى الاجتهاد ديال السيد الرئيس والاجتهاد ديال المسؤول المسير، صحيح من بعد نرجعوا للميزانية يعني ديال 2012 غادي نعطيو المفارقة اللي هي كاينة ونشوفوا يعني الفرق ما بين هذه وبين هذه. إذا كنقول الآن عندنا هنا اللي كنتكلموا، كنتكلموا على المعرض. المعرض كنلقاو عندنا هنايا إذا 115000 درهم بمعنى 11 مليون ونص. هذه الحساب الإداري. يقول معايا في جوج من النقاط. شمسي القضيه ديال تدعوش، قبل كده القضيه ديال تدعوش، حنا اتفقنا على اننا غادي نعملوا يوم تيسيسي بالشراكه والمشاركه ديال الوزاره البصريه وديال المديريه التكوين المهني. شوف وناقشوا المبالغ. شمسي على ان المعارض خاص مقرات خاصه تكون معارض دائما للصانع التقليدي، حنا بديناها في وزان دابا ما كانش سيد العمل عفا العملية دابا خلال هذا الموسم الصيفي غيبداو معارض ما بين وزان وما بين طريق ديال فاس وما بين طريق ديال زغلاف، نفس العملية اللي كنطلبوها في الأقاليم الأخرى. إذا هذه جوج نقط أنا جاوبت عليهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا. إذا هنا كنا كثيرة أو لقاء وقاعات العرض. دابا حنا جاوبنا شنو؟ جاوبنا على هذا الشيء. نزيد حاجه، حنا طلبنا من السيد العامل على ان يجعلنا كومبليكس ديال الارتيزانه هنايا. علاش بنيتو؟ لا فهمو 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 لا فه
كاين هنا الاصلاح هذا كاين هنا الصيانه
حنا السيد الرئيس حنايا خصنا نكونوا يعني خصنا نكونوا فابور للصنايعي وفابور داك الصنايعي اللي خصنا نتبعوه كما قلت انت راه انت قلتي هاد الوزاره شحال من خطره قلتي لي ما ودي حنا كنديروا هاد الشيء هذا وما كنتبعوش داك الصنايعي اللي كنوصلوه وانت كنت قلتي للوزير قلتي ودي انا الله يسلمكم بخير نهزوا عليا هاد التدرج الجمعي علاش؟ على هاد السبب هذا هاد السبب اللي كنقولو هو اللي عليها قلتي انت شحال من خطره للسيد الوزير وهذا وهذا ودابا كنطلبوا من هذا المجلس مقام شوفنا في هاد المساله ديال هاد السي والسلام عليكم. شكرا للسي الفقير بالنسبه لهاد 12000 درهم هي عمرك صرفت ما كايناش نعتقد النهار اللي دار 12000 درهم شي واحد داجي درهم انا هو التعويض التعويض بالنسبه للاعضاء هو هزيل لان كما قلت سابقا على ان شي واحد اللي وقعت له شي حادثه تيكتفي وتيخلصوا له هذاك الدواء ولكن هو هذاك السيد الصانع التقليدي اللي تتوقع له شي حاله هو عضو منتخب تيسلم الحال ديالو وعنده مصاريف اخرى انا بغيت اشنو هو المقترح ديال المجلس الموقع عوض هاد 12000 درهم باش نمشيو للوزاره ونشوفوا دابا الاشكال شنو هو المقترح واش 30 واش 10 واش 15 هذا الاول اللي معكم المجلس الموقف غير هاد 12 درهم غادي نتاعنا مشيت للمجلس البعيد وزاد هاد القاعده هذه راه موضه كاين عند الوزاره النقطه الثانيه هي ديال التدرج التدرج انا قلت الصباح ما فيه كفايه غادي نعملوا يوم دراسي وغادي نستدعيو فيها الاخوان ديال الوزاره والمديريه ديال التكوين المهني ونطرحوا عليهم هذه المشاكل كامله وهذا اليوم الدراسي حبذا لو تحدوه دابا باش نديروا المراسلات للوزاره والجهات اللي هي مختصه في القطاع لدراسه هذه المشاكل اللي هي كاينه في التدرج المهني كما قلتي على ان 25000 فرنك هي ما يمكنش الصنايعي على 25000 فرنك كما قلتي على ان سميتو هاد العمليه ديال هاد الشباب اللي تيديو هاد الشواهد فين ممكن واش غادي يمشوا فيه واش تبعوهم فين مشاو اشنو هو المصير ديالهم بعد ما تاخذوا ديك الشهاده كما قلتي ثالثا على ان المشكل ديال هاد العالم القروي بالنسبه للشواهد ما تتوقفوش على شواهد دراسيه بالنسبه للسويفي النظري ما تدارش في الجامعه القرويه هذا الشيء كله نبغي نحدوا الموعد ديال اليوم الدراسي لدراسه هذا المشكل في قطاع التدرج المهني كذلك احنا واحنا باش نحسموا على قضيه التدرج وانا شفت في اللقاء الاخير مع الوزير فيما يخص التدرج المهني احنا اقترحنا القطاع ديال الخدمات تكون فيه البلومبي وتكون فيه الحلاقه والوزاره قبلته يمكن 2013 تخرج بهذا المشروع ديال قطاع الخدمات غادي يتدمج في هذه العمليه اذا التدرج المهني بغينا نخرجوا نجتمعوا ونخرجوا شي حاجه اللي هي صحيحه ولا غادي نفيدوا بها القطاع بغيت من المجلس الموقع يحدد لنا واش نعملوها الشهر الماجي نعملوها وفي عطيني الزمان وعطيني المكان ان العمليه نتفقوا عليها اشنو تنشوفوا في هذه العمليه الاخوان كامل يتعمل في يوم الدراسي نعملوها شي تخافقين على يوم الدراسي نعملوه في تقوى انا كان غادي يحسن من التكوين غنعملو اليوم الدراسي نعملوها السيد الرئيس حنا متفقين معاك هذا اليوم الدراسي راه عندنا فيه ما يتخال عندنا فيه ما يتخال تاع على المكونين وعلى كل شيء باش نعمل راه عندنا ما يتخال باش نرفعو من لا غير ما نطولوش اذا نشكرو الصوت الجميع اللي كتتم من المقاله السيد الرئيس اللي كان مزرعه الوالد هنا اللي هو المقبول خص يوم دراسي هذا اليوم الدراسي نديروه على شكل ورشات يكون في نهار يوميين او نديروه على صعيد الاقاليم يعني كل اقليم نديروا له ورشه ديالو ونستدعيو المعلمين اللي المستفيدين يعني المستفيدين المباشرين اللي هما لي زابونتي اللي هما المتدرجين والمعلم يعني اللي كيعلم ويتفتح نقاش ونعرفوا الخلل في كاين ونعرفوا يعني شنو هما الواجبات وشنو هما الحقوق باش نخرجوا من هذا النفق حيت غنبقاو هنا نقول ما في مهنس صافي اذا الاخوان فوقاش نحدوا الزمن والمكان حدا الزمن ثاني حاجه اني كنطلب من المكتب الاداري ومن يعني باش ياخذوا مع الاعتبارات المقترحات اللي درناهم يعني كاين شي حاجات ما تحطوا يعني بالنسبه مثلا مجموعه ديال الاقتراحات ما كانوش ياخذوهم مع الاعتبار انهم يتقاموا واحد المنظور والاستشاره ديال الجهات الماليه
الجمهوريه يعني تم استدعاء لجنه التنفيذيه يعني واحد المجموعه ديال المقترحات مثلا يعني مجموعه ديال الحاجات مثلا بحال دابا التسنين يترفع عندما نشر المجلات مثلا عاديه تقدم نشر المجلات خاويه علاش خاويه علاش ما نديروش اسيدي حنا لي فلايرز نحطوهم في البازارات نحط كما قلت قبيلتي نحطوهم في الاماكن العموميه نحطوهم في الفنادق الى اخره مثلا هذا عين مثال بسيط ثاني حاجه باش نختم ثاني حاجه بالنسبه للمحامي المحامي مثلا عنده 5000 ولا 15000 ولا 500000 هذا المحامي كان عارف واش كيدير واش كيتخلص ولا كيتخلص شي ولا كيتخلص شنو نوع الخدمه اللي كيقدمها هنا الخدمه اللي كتقدمها الغرفه اعضاء اداره الى اخره غير بالنسبه كما نجاوب بالنسبه للعمليه ديال هذا اليوم انا بغيت نحدد النهار ديالو المكان والزمان فينا بلاصه يعني انا كنشوف صراحه من خلال هذاك اللقاء نخرجوا ورشات ديال الاقاليم من يخرجوا صافي مزيان اذا هذا اللقاء اللي غادي يدار على ديك المعطيات والمشاكل اللي غنناقشوا غادي يكونوا الساده الاعضاء ديال العرايش الاعضاء ديال التيكواس ديال الشعوب كل واحد غادي يمشي ويدير ويدير عاود لقاء في الاقاليم بحال اللي دار تما ويحضروا يعني المعطيات ديال الغرفه يحضروا ويدير لهم تكوين وهما هذا التكوين عاد تعطى الموظفين وهم يشرفوا على التسطير والتكوين في الورشه بالنسبه لاعضاء الاقاليم باش نسهلوا شويه المسار يكون عملي اذا اللقاء الاول شنو شهر نعملو؟ نعملو في شهر 4 الاخر ديالو 28 30 واخا فوق باش نعملو هذا ما عندي مشكل اتفقوا غير اتفقوا الشهر اللي داخل الاسبوع الاول ان شاء الله لا ما يمكنش كاين التزامات ما يمكنش خليهم في ابريل وصافي في ساحه لا نعملوه نعملوه بحال اليوم 28 4 ولا 28 ولا 29 لا لا حنا نبغى نفكوا هادشي الكلمة اللي مزيانش اللي مؤخر كيقول لنا السيد الجمعة تزول القضية الجمعة تزول اه الجمعة كيكون فيها مشكلة سيد الرئيس واخا نحيدوا الجمعة ما كاين مشكل نحيدوا الجمعة قول لي شنو غنعملوا الوقت إذا نعملو 28 شهر 4 28 شهر 4 Thank you.
اليوم الدراسي غادي في اليوم الدراسي غيتناقش كلشي غادي نجدوا واحد الله يخليكم خليكم الله اللي اتفاقية ديال التكوين المهني اللي كتضبط العملية ديال التكوين بالتدرج
كتنص على انه كيكون هناك تكوين تطبيقي داخل الورشات بمعدل 80% وتكوين نظري وتكنولوجي داخل المركز ديال التكوين المهني بمعدل 20%. شكون اللي كيشرف على التكوين النظري؟ اما الموظفين اللي تابعين المراكز ديال التكوين المهني في الوقت اللي ما كيكون عندنا خصاص بالنسبه للاطر ديال مراكز التكوين، كتلجا الغرفه في التنسيق مع المراكز الى التعاقد مع المستضافين، هما اللي كيعملوا العمليه ديال التكوين النظري التكنولوجي والعمليه ديال التتبع البيداغوجي داخل الورشات، وكيتخلصوا في رقم هذا الفصل هذا بشكل ساعات اضافيه. شكرا. التوضيح بالنسبه للسؤال ديال السي سوي بالنسبه ل 500 درهم الوزير ملي كان الوقت اللي كنجي لهنايا وطلعنا للمدينه القديمه وكان واحد العدد ديال الصناع التقليديين في القطاع ديال باش ما تيتشكاو تيقولوا على الناس دابا تيقضوا 30 فرانك 40 فرانك، وصلنا مع الوزير تنقولوا له الاله هذه الى هي الى هالسي توفى واش الاله لا تخدم، اذا ما كاينش البديل. اذا الوزاره بالنسبه للوزان تعاونا نعموها على الاقاليم الاخرى، الوزير وعد وكان معنا هذا المدير ديال التكوين المهني ياك المدير ديال النقاط المدير ديال التكوين المهني في الوزاره السي بن غاف راه كان واقف كان جالس معنا وعدوا على انه غيعطيو 500 درهم للناس البرشمان وغيعطيو التعاون ديال الزاويه 500 درهم. تولي كيجينا السي شكون اللي باقي السي فون ثلاثة واحد الإضافة مهمة، واحد كلمة تراكت الوشيك في إطار هذا اليوم الدراسي، لأن كاين واحد المشكل اللي كيتعرضوا له الصناع التقليديين باستمرار وهو النظرة في يد العاملة اللي ما جاتش تكون، حنا هذا التوارج المهني فعلا نهضرو فيه ولكن ما نهضرو فيه سلبية في الجهة ديالو، أون بيني غادي اللجنة خاصها تعزز بعض الشركاء اللي كان خاصنا مثلا نناقشوا معاهم، خصوصا انه المغرب وقع واحد الاتفاقيه بعدم تشريع الاطفال، المشكله هذا وقعوا فيها يعني ما باش تدخل معك شي عائله تعلم معك شي صعيبه، حنا نقدروا نقتنعوا على هذه القضيه التدرج المهني ونستقطبوها للناس مباشره. اولا اللجنه هذه خصنا نستدعوا فيها بعض الفاعلين اللي خصهم يكونوا شركاء معنا كوزاره الاسره والتضامن وزارة الشغل، لأن هي عملية خصنا نناقشوا معها ونحملوا المسؤولية بعد الاتفاقيات اللي كاينين فيما يخص تشغيل الأطفال. حنا ضد هذا الدائرة مثلا تشغيل الأطفال، ولكن الأطفال فعلا يكونوا يخدموا بعض الورشات اللي يمتهن اللي يقدروا يركبوا مثلا صنعة وتعلموا بزاف الحاجات حسب يكونوا في الشارع، ولهذا حتى نكون معنا شركاء داخلين في هذه اللجنة هذه باش يكون شي حاجة على الشكل هذا نقدروا نركوا عليه. سلام. الميزانية للوفاء من أجل
سي خاص ديال المؤسسه ديال الغرفه واحد العمليه ديال 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 التكميم ديال الصناعة ديال هذا الاعراب واش ستصرفوا على اننا نضيف نزيدوا فيها شي حاجه نضيفوا فيها شي حاجه ولكن هادشي لان جميع المؤسسات ديال الغرفه ديال المراه خاصنا نمشيو ونطرحوا هادشي مع الناس ديال الميزانيه تكون واحد اللجنه ونقولوا لهم على ان النقطه الكيلومتريه تصرفنا ما بين المؤسسات الغرفه هي كذا وكذا كنتعرضوا لواحد العدد خطر الا انه هذا المبلغ هو هزيل ما تيمكنش يتم التعويض ديال واحد واحد على راسو السماح كون طاح الحظ خلال على راسو ولكن وكان طاح على راسو اذا اشنو هو المبلغ اللي مقترح في العمليه ديال التكميم ديال الاعذار مع السيد الرئيس دابا هذا المبلغ هذا وعندنا عرفتي شنو عندنا؟ حنا عندنا واحد شساحه كبيره واش حنا عندنا يا قنطرة عندنا هنا الله يحفظ غير الجبال غير هذه هذه ويجي مولا صراص تقول 12000 درهم يهرب منك ما يبغيش صافي يا شيخ شنو تفضل السؤال ديالي حنا دابا لحد الان ما وضحتناش التأمين ها التأمين هذا الوثيقه اللي عندكم تجيبوها لنا وطلبناها مرارا وتكرارا نعرفوا شنو هو بعدا التأمين اللي عندنا ديالك باش قبل ما نحددوا المبالغ المادية خصنا نعرفوا شنو هذا التأمين واش فعلا هذا المبلغ يمكن يحقق لي حتى الماس ربما ما عرفتش دابا انا انت كتقول نزيدو ونقصو ولكن هذا السابق حنا باقي ما عرفناش شنو خصنا وثيقة اولا لازم لا يمكن اولا اخرا حنا وثيقة بغينا هي تعقد الغرفة مع المؤسسة ديال التأمين ونطلعوا عليها ونشوفوا شنو هو التأمين ديال الغرفة بناء على هذه الوثيقة خصنا حنا نعملوا تعديلات حول التأمين كنقترحوا كذا وكذا شحال يمكن تتعاملوا معنا أولا بعد ما عندك تبصير. يا واحد ثانيا ثانيا اسمع لي ثانيا سيد رايد لا ما عندك تبصير لا لا سيد مدير واش عندك تبصير اسمع لي شوف لا ما كاينش ما عندك تبصير شوف دابا ما عندنا اشكال اسمع غير بلاتي شوف حنا غادي نعطيو المدير يشرح لنا العمليه ديال التكوين وما فيها باس كما قلتي دابا نمشيو نغلطيو جوج في الوثيقه ونشوفوا اشنو فيها ونديروا مقترحات ديالنا للوزاره ما كاين بناء على نزيد لا حنا غنعملوا لا حنا غنعملوا هذا المبلغ دابا نعملوا 50000 درهم لا نزيدوا لا درت حاجه لا درت حاجه اذا الاخوان ديال المجلس تتوافقوا معنا على ان نهار الاثنين ان شاء الله الاخوان اللي كاينين في تطوان هانتوما الاخوان اللي كاينين في تطوان غنوقعوا عليكم ولا بغيتوا الاخوان كاملين ونشوفوا هذه الوثيقه وشنو هي المزايا وشنو الاستفاده ديال الاعضاء ديال الغرفه من هذا التكوين اذا دابا عطينا دابا يعطينا الصوت والاستاذ الاعضاء لا استاذ الاعضاء المحترمين الله يخليكم لا علاش دابا تلقى طرحك استاذ الاعضاء المحترمين اقترحوا يقولوا اشنو خصو من هذا التكوين واش هذا التكوين على الحوادث واش هذا التكوين على التطبيب شنو خصهم من هذا التأمين هذا؟ نقترحوا شنو خصهم من هذا التأمين؟ التأمين سيدور التأمين عنده كل شيء عنده هذا إيه خصنا؟ شحال غنخسروا؟ حنا كنكون مقيدين بالوثيقة ديال الميزانية اللي وضعها الوزارة الوسيطة الفصل واضح جدا كيقول لك التامين الشخصي عن الحوادث البدنيه للاعضاء اثناء مزاوله المهام يعني كيامنك ضد الحوادث البدنيه اللي الله يحفظك كتوقع الانسان حين كيكون في اطار مزاوله واحد المهمه ديالو ديال الوقت ما كاينش التطبيب ما كاين والو يعني ماشي في مهمه الله يحفظ وقعت شي حاجه البدن ديالك تصاب شي حادث تصاب القدر ديالك المساله اللي كتبقى هو المبلغ لا المبلغ تما فين كيعلق هو بيت القاسم إلا كان المبلغ عالي إلا والاستفادة الله يحفظ إلا كان الدار فين كيكون ولكن حنا دائما كيبقى عندنا في الكراهة هو الموافقة ديال الوزارة الوصية إداريا ومالية شكرا سيدي غير 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 التعويض هو تعويض هزيل يمكن واقيلا اصلا انا ما حسبتش هذه المسائل ناقشناها حتى في الجامعه التعويض
ما تيفوتش واقيلا واحد السقف ديالو واحد 20 بدا وانا ما غايبقاش واحد غادي يتوفى وتعطى له السقف ديال 20 بدا هو كيقوم بالمهام ديالو هذا هو المشكل اللي كاين هاد التعويض ما تيفوتش واحد 20 25 بدا إذن حنا نشوفوا الوثيقة ياك وناخذوا القرار شنو كاين في الفيوس ديال المقترحات اللي غادي نضيفوا فيها إذن العملية اللي درت من هذا دوزناها شنو كنظن أخيرا اللي خصنا نضيفوا اللي ما تذكرتش بالنسبة للصباح شنو النقاط اللي كنا خصنا التكوين ديال الأعضاء تتفقوا نضيفوا واحد الفصل ديال التكوين ديال السنة الأعضاء تتفقوا عليها Thank you.
حتى